نستقبل إحدى الدفعات اللي خرجت بتهجير قصري من دوما بعد ما النظام المجرم ونظام والعدو الروسي دمروا تقريبا كل مدن الغوطة، واضطر أهلنا إلى التهجير قصري أيضا بهذه الجريمة استقبلها النظام بتهجيرهم قصريا. هذه الدفعة اللي توصلت الآن حوالي 600 فرد إلى إعزاز، هذه طبعا هون إيواء مؤقت، الآن حننقل الجرحى إلى المشافي إن شاء الله، ونسكن إخوتنا اللي وصلوا بإسكان مؤقت ريثما يتم نقلهم إلى سكن آخر. إن شاء الله نقدر نساعدهم بأسرع وقت ممكن، إنه بعد سفر ساعات طويلة أدوها بالطريق، كما نعلم أنه النظام أيضا أخذهم دورهم بمدن ليست هي في الطريق وتم الاعتداء عليهم، الآن يصلوا إلى إعزاز إن شاء الله، وصلوا إلى أهلهم.